محمد عمر يحاول يعدي محمد وتلعب كرة عرضية وتسديدة جميلة وهدف أول للوصل الإماراتي. كرة جميلة من علي حسين وتسديدة في مرمى العرب الكويتي. ناصر عيسى، ناصر يمرر الكرة لزميله سهيل مطر. الوصل الإماراتي من اللاعب محمد عمر، هدف مبكر مع بداية الشوط الثاني. الإماراتي ينفذ الآن ضربة الجزاء لصالح الوصل، يسدد وهدف ثالث لصالح الوصل الإماراتي من اللاعب أحمد جمعة.